طبعا لما يكون عندي قيمتين بهذا الوزن واثنين شعبيين لمستشار الشافعي صالح ويمثل الصعيد كله، وكمان العديد من الأندية الشعبية في كل بقاع الأرض، ومن منطقة عزيزة علينا الدلتا وبحري كفر الشيخ ممثل لقطاع أيضا عريض في هذه المنطقة، ووسطيهم تأتي القاهرة الكبرى. ولكن يمكن عدد الأندية الشعبية فيها تقلص، علشان كده يمكن المتابع من صنع شعبية الدوري هذا الموسم هي المجموعة الثالثة، كفر الشيخ وشبين وطنطا والبلدية المحلة اللي خلتنا مستمتعين ضرب نار على مدار الموسم. كان لابد أن يكون معنا قيمة قانونية يقف على مسافة واحدة، لأن احنا محتاجين تفسيرات. هل جلسة الثلاثاء 1/8 قانونيتها ايه؟ وما هو دورها في اجتماع الاثنين القادم؟ لأن أهمية الحلقة دي جت من اجتماع الاثنين القادم الذي أعلن الاتحاد المصري لنا حصريا بالأمس أن هذا الاجتماع سيحدد شكل المسابقة. يعني إذا احنا في المربع صفر، رضي عبد الناصر مرضيش يشرب من البحر، احنا في المربع صفر. مش أنا مع دوري المحترفين أهو ومع الأندية الشعبية وقاعد أعمل لوغاريتمات عشان أوصل لملف معقد إزاي نحمي الأندية الشعبية وإزاي نطور بدور المحترفين. الاتحاد قال لي لركن على جنب، أنت ما بتفهمش. قلت له شكرا. يوم الاثنين إحنا هنقرر. أول مرة أشوف بلد في التاريخ تقرر بعد مسابقات ما خلصت والناس استعدت واشترت ورأت وجت. فعشان كده جت أهمية الحلقة دي. الشافعي بيه صالح وعبد الحميد بمصطفى بمقترح جديد هو موجود يوم الاثنين على طاولة اجتماع مجلس الإدارة، وقعدوا مع رئيس الاتحاد وتكلموا معاه وصوتهم واصل، ولكن لابد أن يصل إلى الرأي العام. كان لازم يكون معانا معالي المستشار الجليل والمحامي الشهير صديق المحترم اللي معانا لأول مرة، وإحنا جبناه بالعافية لأنه أيضا مقل جدا بيفضل المداخلات التلفونية على الظهور في الاستوديو، نهاد بك حجاج، وله باع طويل في القضايا الرياضية وحافظ لوائحها عن ظهر قلب، خصوصا ما يخص اللوائح الجديدة التي تم تعديلها بعد خروجنا من كأس الأمم الإفريقية 2018. نهاد بيه حجاج، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برحب بيك جدا كابتن عبد الناصر وبالقامات والضيوف اللي معانا، بتشرف ان انا متواجد وسط هذه القامات، وان شاء الله تبقى حلقة مثمرة المشاهد وكل الأندية تستفاد منها إن شاء الله. أهم حاجة اتحاد الكرة يستفيد منها إن شاء الله. طبعا عايز أنوه، نهاد بيه حجاج هو المستشار القانوني للعديد من الأندية أهمهم لافينا، فهو ليس ممثلا للافينا في هذه الجلسة. هذه الحلقة مخصصة للأندية الشعبية والجماهيرية، وتليفوننا مفتوح لكل من هو معترض على دوري المحترفين. النهاردة ليلة الأندية الشعبية والجماهيرية، علشان يوم الاثنين فصل الخطاب ومنبقاش قصرنا مع حد. وابدأ من عند الشافعي بيه صالح، لك الكلمة. باسم الحق، وإذا كان الحق صفة من صفات الله فبسم الله الرحمن الرحيم. الحق والحق أقول أننا يجب علينا جميعا أندية واتحاد كرة وجمهور أن نحترم اللوائح. إذا كان هناك احترام للوائح والقوانين فسيكون هناك شأن آخر للكرة المصرية. أما في ظل عدم احترام اللوائح والقوانين فلا معنى لما يفعله الجميع. صح. هذا هو ما كنت أبدأ به، أود أن أبدأ به. أولا، والجميع يعلم، والجميع يعلم اللائحة تماما اللي موضوع من أنا مش هروح في حاجات كتيرة فيها، هتكلم على المادة 33 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية. حددت المادة 33 طريقتين لانعقاد الجمعية العمومية، أحدهما يكون عن طريق الاتحاد والآخر يكون عن طريق أعضاء الجمعية العمومية. تمام. بدأ السادة رؤساء الأندية في تقديم طلبات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بلغ عددها 51 طلب موقعة جميعها مما يملك التوقيع وعليها تفويضات من مجلس إدارة الأندية. طلب فيها جميع دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. لم يمتثل الاتحاد المصري لطلب الأندية، فما كان عليهم إلا أن يسلكوا الطريق الآخر، ألا وهو عقد الجمعية العمومية بمعرفته. فتم توجيه الدعوة إلى 124 نادي المقيدين أعضاء الجمعية العمومية
إلى تم توجيه الدعوة بالطريق القانوني، وتم إرسال خطابات مسجلة إلى كافة الأندية 124 نادي لدعوتهم للحضور يوم 1/8، وتم تحديد المقر وتم تحديد الساعة. المقر هو الاتحاد المصري لكرة القدم. الساعة كما وردت في التحديد، سنبدأ التسجيل من الساعة 9 حتى ستكون الجلسة الأولى الساعة 11، إن لم تكتمل فستكون الدعوة الجلسة الثانية الساعة 1 ظهرا. حضر في الجلسة الأولى أو الاجتماع الأول عدد 34 نادي، وأنا معايا يمكن الورق كشف حضور الاجتماع الأول. 34 نادي موجود لو حضرتك عايز تعرضه، لو معانا على الشاشة ومعانا كل اللقطات. تمام. لم يكتمل العدد، تم التأجيل إلى الساعة الواحدة. حضر فيها 37 نادي، فإذا هنا اكتمل النصاب القانوني. كان علينا أن الحاضرين يبدأوا الفرز. قامت اللجنة المشكلة بالإشراف على الجمعية العمومية وإجراءات الجمعية العمومية، وكان لي شرف أن أكون أحد أعضائها. قمنا بأخذ التصويت، وكل واحد قال رأيه كتابة. قال رأيه كتابة، وعندنا الورق موقع يعني عليها. وتم التوقيع أمام اسم كل واحد. ماشي. وانتهت لجنة الفرز. 37 وقعوا حتى بما فيهم 36. لا وقع هو حضرتك قبل ما يمشي، بس وقع قبل ما يمشي، لكن هو سمير بموسى اللي خضر بإبراهيم قال أنا وقعت. وقع هو وقع لكن مشي. خلاص، فأصبح عندنا 36 صوت. إذا هناك إجماع من الحاضرين على القرار. الحضور 37 ولكن التصويت 36. التصويت 36. تمام. هناك إجماع من 36 على قرار واحد. ما هو هذا القرار؟ القرار هو إلغاء دوري المحترفين، أو إلغاء قرار، عشان نبقى دقيقين على الآخر، إلغاء قرار مجلس إدارة كرة الاتحاد المصري لكرة القدم باستحداث نظام جديد للقسم يسمى القسم الثاني ألف. تمام. قمنا بعد ذلك بتسليم كافة الأوراق، وأنا كنت أحد أعضاء اللجنة، إلى كافة الأوراق كاملة إلى الجهة الإدارية المختصة وهو الاتحاد المصري لكرة القدم. طلب منا أن نسلم أصل التفويضات، لأنه كان هناك شك في أن لا تكون التفويضات 37 تفويض، ولغب. تم تسليم التفويضات جميعها، وتم التوقيع لنا بما يفيد الأصل، بما يفيد استلام الصورة، بما يفيد استلام الأصل على الصورة التي لا تباع. هل تم التأكيد على صحة التفويضات بقرارات مجلس إدارة معتمدة من الجهة الإدارية؟ يا باشا التفويضات أيوة ده مهم، السؤال ده موجودة، وأنا يمكن هجيب لحضرتك صورة التفويض بتاع نادي أصلا مهمة دي يا نهاد. يعني هجيب لحضرتك صورة التفويض بتاع نجا. استمارة التفويض بتاعت نادي أصوات، كان الاستمارة دي اللي هي أصلا مطبوعة. معانا الكاميرا يا جماعة، يمكن الكاميرا معاك يا فندم. استمارة التفويض استمارة التفويض اللي كانت من نادي أسوان ومثلها 36 استمارة أخرى مكتوب فيها ومختومة بخاتم الأندية. ما هي مختومة بخاتم الأندية. سبق ذلك شيء آخر، قيل وسمعنا أن هناك بعض من فوضوا للدعوة لاجتماع الجمعية العمومية سحبوا تفويضاتهم. فما كان منا إلا أن نقول ونفعل ما يدحض ذلك. فقمنا بتحرير إقرار تم التوقيع عليه من جميع الحاضرين بأن أي منهم لم يسحب القرار، لم يسحب تفويض ولم يسحب الدعوة إلى الجمعية العمومية. أصبحنا الآن أمام قرار صادر من سلطة مختصة، والمحاكم في أحكامها جميعها تقول أن صاحبة الشرعية هي الجمعية العمومية. صح. فأصبحنا أمام قرار شرعي صادر مما يملكه وهو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم. قد يقال أن هناك أندية أخرى لا توافق على هذا القرار. نقول ونرد أن هذه الأندية تم توجيه الدعوة إليها، ولو كان لديها قرار مخالف
لمن حضروا الاجتماع، فكان يجب عليهم الحضور ويبدو رغبتهم ويبدو رأيهم. وهنا نكون أمام رأيين، رأي مؤيد ورأي مخالف، ونرى أن من هم الأقوى ومن هم الأكثر. ولكن الحقيقة لم يحضر إلا من هم أيدوا القرار بالإجماع. ولذا فنحن هنا أمام قرار شرعي صادر من جهة شرعية وصادر ممن يملكه. ونقول ونوجه رسالة من خلال برنامج حضرتك المحترم إلى كل القائمين على الدولة المصرية جميعا تحت مظلة وقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ينادي باحترام القرارات وباحترام الشرعية. ومن هذا المقام ومن هذا المكان ننادي ونطالب ونلح على كافة المسؤولين المخاطبين بهذا، عليهم أن يسارعوا إلى تنفيذ القرار الصادر من الجمعية العمومية للأندية. ونقول هنا لا يعتد بقرار آخر سبق صدوره، لأن هذا القرار وإن كان قد صدر صحيحا مما يملكه إلا أن هناك قرار آخر قد صدر مما يملكه وألغى هذا القرار، ونكتفي بذلك.